اكلمك تاني. انت ازاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما انا قلت هاو. وبعدين انت بنت خالتي. انا غلطانه اني ما قفلتش الباب بالمفتاح، بجد حاجه تقرف. ايه يا نونا، مش طايقه مني كلمه ليه؟ مجنونه بقى اعمل ايه؟ يا نسيت اللي كان بينا بالسرعه دي. هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فاتحه قرايه باباك وبابايا وخلاص الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا، دي بدله الاسره يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. انت رايح تخطب تلبس البدله دي؟ يا بابا افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعال عدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجودة النهاردة. طيب وركبي اهو رايح اخطب. وحشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. وحشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش. الله يرحمها الله يرحمها يا بابا. هتخني انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بنتي يا لوزة، بنتي يا لوزة. ايوه يا ستي. تعالي يا بنت، ايه اللي مرمي على الارض ده؟ دي ميه يا ستي، انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه ده؟ عمل معمول لي. امشي هاتيلي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بنت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليه يا معاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي دي خرب. هات يا بت هات يا بت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم، امسك يا بت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب، لحسن كتاب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي، عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا ولا؟ اسالي نوايا. يا ماما بقالي ساعة بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسأل علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سأل علينا غيره؟ شوف بقى، انا عاملة النهاردة صينية مكرونة بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تسأليني انا. اسألك انت ليه؟ هو انت غريبة؟ انما هو غلبان يا حبة عيني، عايش لوحده. يا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت، انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفرة اقعد العب شوية على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. ترسي عودي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. عندك بنت انت حره، اللي ياكل على نفسه يطلع بس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه؟ عندنا معاد يا بابا. بس اربع عيش. انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني. دي مسؤوليه. ولعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حته الماس ثمنها 10600 جنيه هتاكل منك حته. الله، منين كده يا واد؟ ده الماس. ولو اني ما بحبش البس الالماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحه فين يا نواه؟ رايحه كوافير. بابا يا ماما. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي. لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه.
يا بابا مش لاقي عليا اهو فرانكي. انزل يا فرانكي خد لك تاكسي اذا كانش عجبك. طب امشي بسرعه يا بابا احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي امك دي جايبها لك يا راجل يا حمار. استنى عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب واجب لما تخش عليها الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين ايه عربيه المولد اللي انت راكبها دي؟ مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جنب. بابا مش عاجباك العربيه يا بابا؟ ما كترش كلامك افتحي. بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام. خليك بعيد عشان انت كده ما تكرمش. انت لازم تتربى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن. انا ترزح ايه ايه انت بتدي لك على ايه ده؟ ايه ده؟ تيمور 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 تيمور. لا كان معايا واحد صغير بس انت عارف راح فين. يا حبيبي يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسف. يا بابا اخبار الخلانوسه ايه؟ من السفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بأمرها. خدي ورشي شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. الشبرة ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عاملة ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما هش هش يا ماما جايالك يا نوال. هش 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 برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله دي انت عارف هتفوق فيها كام؟ ايه ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده؟ ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم. خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي 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 ده بركه البيت. زي ما يا ايوه بابا عيني. يا حبيبي يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي.
ما ردتيش علينا يا هانم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال، بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك، ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. بدل اشتم من العين يا عم. احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما ردتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله، الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي فيكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عبال ما يجيلك الرد، تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام يلا. معلش.